السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نكمل يا شباب. طيب تعالى بقى نبص للكود شوية واحدة واحدة كده ونركز مع بعض ونحاول نفهمه كده، نحاول. طيب بص معايا كده، دي مثلا الكود. أنا تعمدت إن أنا بس أخليهم 8 عشان ما نتلخبطش في الموضوع. وهنا برضو حاجة مهمة لازم تكون واخد بالك منها، ان هو في الالجوريزم دايما بيعتبر ان بداية الانديسيز او بداية العد في الاري من الاليمنت رقم واحد مش من الاليمنت رقم زيرو. فطبعا دي مش موجود في البروجرامينج، عد في البروجرامينج الاليمنت رقم زيرو. طبعا لغات برمجة معينة. فهنا برضو من واحد لحد 8 اليمنت هم دول نفس الارقام اللي كنا في الفيديو اللي فات. هنحاول بقى نرتبهم مع الكود بالراحة بقى واحدة واحدة كده. طيب ده الاري اللي اسمه ايه، كويس. طيب تعالى بقى ناخد الفول لوب من اولها لحد اخر. دي الفول لوب بالنسبه لي، تمام. ماشي، بيقول لك فور جي بيكوال تو 2 ان جي. طبعا ده فاريبل عادي جدا زي بالظبط فور اي بيكوال انت اي بيكوال الحاجات اللي انتوا عارفينها دي طبعا. طيب الجي هنا بيكوال تو، يعني الجي هيبقى واقف لي هنا اللي هو على الاندكس رقم 2، اللي هو لو بروجرامنج يبقى اندكس رقم 1 عشان ما نتلخبطش. احنا هنا بادئين العد من 1 لحد 8 اللي هم 8 ارقام، كانهم بالظبط من 0 لحد 7. فالاندكس رقم 2 بادئ من الاندكس رقم هنا اللي هو رقم 2، اللي هو الاليمنت رقم 2، تمام، اللي هو تاني اليمنت موجود في الاري. طيب دو، هو هنا ديت دو وايل، كويس، دو والوايل بتاعتها، تمام. خلي بالك ان احنا في احيانا مش هنضطر خالص ان احنا نخش في الوايل لوب اصلا في البيست كيس بتاعت الالجوريزم. فتعال نركز واحده واحده عشان ده مهم جدا. انا معايا دامي فاريبل. يعني ايه دامي فاريبل؟ يعني فاريبل كده معايا بخزن فيه بس القيمه اللي انا بقارن بيها، بخزن فيه القيمه اللي انا بقارن بيها، كويس. طيب في الفيديو اللي فات انا قلت انك ممكن او ان اللي بيحصل شيفتنج، فهو الحقيقة ميحصلش شيفتنج ولا حاجة. أنا على حسب الامبلمنتنج بتاعك الشيفتنج حتى هيبقى كوست تايم أعلى، فالشيفتنج مش هيبقى مظبوط. أنا غلطت الفيديو اللي فات، هو مش عايز شيفتنج ولا حاجة، هو هيبقى فيه دامي فاليبل هيخزن فيه القيمة بس مش أكتر. حاجة مش قوية قوي بس عشان تبقى أنت فاهم اللي بيحصل بالظبط يعني. طيب دو الكي، كي هي ايكوال ايه في الجي. تعالى كده نحط هنا مثلا كي، سوري خليه بلون مختلف شويه، الفاريبل اللي اسمه كي هنا هيكوال اي في الجي. طب الايرات الاي في الجي، الجي واقف في فين؟ الجي واقف عند رقم 2، فالكي هيتحط فيه رقم 5. طيب ليه؟ لان احنا اتفقنا ان احنا بنفترض ان الجزء او اول اليمنت موجود عندي في الاري اللي هو ايه؟ صورته. فانا ببدا اشتغل من الاليمنت الثاني اللي هو بعد اول اليمنت موجود عندي في الاري اللي هو الاليمنت رقم 5، تمام؟ طيب هنا بقى هينسرت، دي كومنت عادي اللي هو بينسرت اي اوف الجي انت ذا سورتد سيكونس اللي هو من اخر السوابنج. سوري ثانيه واحده بس كده اقفل الفيديو. هنا بس كده الكود اللي المفروض ناقص هنا اللي هو كود السوابنج، اللي هو بقى بيعمل سوابنج ما بين الاليمنت اللي موجود معايا يحطه هنا وهكذا، مش قصتنا دلوقتي. طيب وعندي فاريبل تاني اسمه اي، الاي ده بيكوال جي ماينس 1. طيب الجي واقف هنا اللي هو دلوقتي في اول اتريشن للفول لوب الجي ب2. طيب الاي بيكوال جي ماينس 1 يعني دلوقتي الاي هتبقى بكام؟ ب1، يعني الاي المفروض واقفه هنا مش كده؟ يبقى انا عندي هنا فاريبل كده، بس اخلي نفس اللون اسمه اي، ده ماسك لي اول اليمنت موجود عندي فين؟ في الاري، كويس؟ كويس جدا. طيب طول ما، تعالى بقى نخش في الوايل لوب، طول ما الاي اكبر من الزيرو، طول ما الاي اكبر من الزيرو، كويس، والاي اوف الاي اكبر من الكي، والاي اوف الاي الاي اوف الاي اكبر من الكي. يعني ايه؟ يعني هنا دلوقتي في 2، كويس، ده كده الاي اوف الاي، ان احنا اتفقنا دلوقتي ان الاي دلوقتي ب 1. طيب هل الاي اكبر من الزيرو؟ بالراحه، هل الاي اكبر من الزيرو؟ طيب هل الاي اوفر، لان دلوقتي الاي ب 1، طب هل الاي اوفر الاي اكبر من الكي؟ برضو سوري لا،
الاي اوف الاي مش اكبر من الكي، لان الاي اوف الاي هنا باتنين بس الكي بكام؟ بخمسة، يبقى مش هيخش جوه دي، مش هيخش جوه دي، او بالظبط يعني مش هيخش جوه السطرين دول، دي كلها سوري يعني دي كلها. تعالى بقى احنا خلصنا الواي لوب دي، تعالى نرجع تاني للفول لوب. مش احنا اتفقنا ان النستد فول لوبس او النستد لوبس دايما اللوب اللي جوه هي بتشتغل اول وتخلص شغلها كويس، واللوب الكبيره تبدا بقى تكمل بعد كده تاني، تخش بقى في تاني اتريشن ليه، وفي تاني اتريشن ليها اللوب الصغيره تخلص كل برضه الاتريشنز بتاعتها وترجع تاني اللوب الكبيره وهكذا. طب تعالى نرجع للوب الكبيره، اللوب الكبيره فور جوي الوقت المفروض ان الجي هيتقدم بواحد مش كده؟ ان الجي هيبقى بثلاثه، الجي بثلاثه اه اللي هو الجي هيبقى واقف هنا كده، فالجي هيبقى هنا كده بثلاثه تمام؟ وتاني الكي هيبقى ايه في الجي؟ فالكي هنا هيبقى فيه كام؟ سته. نقعد بقى نرسم مع الكي هيبقى فيه سته اللي هو الايه في الجي صح كده؟ طيب الاي بيكوال جي ماينس 1. الاي زمان كان بواحد لان الجي كانت باثنين، بس دلوقتي الجي بقت بثلاثه، فالثلاثه ناقص واحد باثنين، فالاي هيقف هنا كده مش كده ليه؟ كلام يعني هو واضحه جدا مفيش فيها حاجه. طيب هنا كده هيبقى الاي صح؟ بقى انا كده معايا ايه وفي الاي، وبقى معايا الكي اللي هو المفروض واقف اللي هو الجي هو اللي بيشاور عليه اللي هو الكي دلوقتي بقى في 6. تعالى بقى تاني، هل الاي اكبر من الزيرو؟ اه لان الاي ب 2 كويس كده؟ الكونديشن ده متحقق. طيب هل الاي او هل الاي اوف الاي اكبر من الكي؟ الاي اوف الاي اللي هي ايه؟ اللي هي الخمسه. طب الكي دلوقتي بكام؟ ب 6. هل الخمسه اكبر من السته؟ لا، يبقى برضه مش هينفذ دي، يبقى برضه مش هينفذ دي صح كده؟ او مش هنفذ ثلاث سطور دول اصلا. تعالى بقى نرجع فوق تاني، الجي هتبقى بثلاثه صح؟ او الجي هتبقى باربعه دلوقتي، يبقى الجي هتقف هنا صح كده؟ والاي هتبقى هي اللي هنا كده الاي هتبقى هنا كده صح كده؟ وزي ما احنا متفقين ان الجزء ده كده بالنسبه له هو ايه؟ هو سورتد 2 5 6، الجزء ده خلاص سورتد مفيش مشكله خالص، ويبدا يمسك ده كده التسعه. تعالى بقى الوقت الاي بقى ب 3 والجي واقفه عند التسعه اللي هي المفروض الكي دلوقتي بقى فيه كام؟ بقى فيه 9. تعالى طيب نمسح دي كده، مش انا عارف ان بتاع ده عقيم شويه بس انا الحقيقه يعني مش عارف اشتغل بايه تاني، فلو حد عنده اي اقتراح او حاجه نشتغل بحاجه تكون اسرع من كده واحسن من كده يا ريت يقول لي يعني. طيب دلوقتي الكي بقى فيه 9 مش كده؟ الكي بقى فيه 9. تعالى هنا تاني الواي لوب، الكونديشن بتاع الواي لوب، هل الاي اكبر من الزيرو؟ اه لان الاي هنا بكام؟ ب 3، واقف عند اكس رقم 3 مش كده؟ طيب لان زي ما اتفقنا هنا الاي بيساوي جي ماينس 1، فالجي ب 4 فبقت الاي دلوقتي ب 3 مش كده؟ طيب هل الاي اوفر الاي اكبر من الكي؟ يعني هل السته اكبر من التسعه؟ برضه لا صح كده؟ برضه مش هينفذ ده، ما هو مش 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 الكونديشن مش ساتيسفاي، الكونديشن ما اتحققش، فهيقوم طالع للواي لوب او طالع للفول لوب الاولانيه يعمل تاني ادفانس او الجي تخش تبقى واقفه هنا كده. تعال نمسح دول كده خلاص، والاي تقف لي هنا ان الاي دايما بالجي ماينس 1 صح كده؟ وطبعا ده الجزء السورتد. هنا بقى الشغل، يعني هنا بقى الشغل بتاعي دلوقتي، تعال بقى ركز معايا واحده واحده، يعني هنا بقى هنا يعني هنا دلوقتي فكره الالجوريزم نفسها. طيب الاي اكبر من الزيرو، هل الاي اكبر من الزيرو؟ اه طبعا الاي ب 4 صح كده؟ والكي دلوقتي بكام؟ الكي دلوقتي بواحد،
كي دلوقتي بواحد، بلاش الكي ده عشان شكله مش ظريف جدا. الكي دلوقتي بواحد مش كده؟ اللي هو رقم 5 يعني. هل الاي اكبر من الزيرو؟ اه، لان الاي دلوقتي ب 4. طب هل الاي اوفر اي، الاي اوفر اي اللي هي 9 اكبر من الكي؟ اه، يبقى الكونديشن ده بترو والكونديشن ده بترو. تعالى بقى ننفذ ده. اي اوفر اي بلس 1، اي اوفر اي بلس 1 هيكوال اي اوفر اي. خد بالك من حته السوابنج دي، خد بالك من حته السوابنج دي. اي اوفر اي بلس 1 اللي هي هنا الاي. طب اي اوفر اي بلس 1 اللي هو الرقم ده، اللي هو الرقم ده كويس. اي اوفر اي بلس 1 اللي هو الخمسه، اللي هو اندكس رقم 5 اللي هو رقم 1 هي ايكوال اي اوفر اي، هي ايكوال اي اوفر اي. يعني اللي موجود هنا، اللي موجود هنا هيتحط هنا، اللي موجود هنا هيتحط هنا. التسعه هتادفانس تبقى هنا، يبقى دي اول خطوه، ان التسعه عندي هتيجي هنا، ان الاي اوفر اي بلس 1 فالاندكس ده، صح كده؟ اي اوفر اي، اي اوفر اي اللي هو هنا كده هيتحط في الاندكس ده، اللي هو يتحط في الاندكس اللي بعديه اللي هو الحته دي هنا كده كويس. دي اول خطوه، دي كده اول خطوه، لسه كده ما عملناش حاجه خالص، لسه ما عملناش حاجه خالص. هتقول لي طب ما كده الواحد هيتمسح من هنا، هقول لك ما الواحد معايا اصلا في الكي، يعني الواحد انا اصلا عينه معايا مش كده؟ طيب الاي هيكوال اي ماينس 1، هتيجي بقى الاي تقف لي هنا، هتيجي الاي تقف لي هنا. تعال نقارن، تعال نقارن. الأول بس الـ A over I plus 1 بيكوال الكي، أو اللي موجود في الكي هيتحط في الإندكس اللي هو A over I plus 1. يعني إيه؟ يعني دلوقتي هنا كده الـ I بقت هنا، الـ I بقت هنا، الواحد جه اتحط هنا. ليه؟ لأن الكي دلوقتي شايل الواحد، فلما قلت A over I plus 1 بعد ما تنفذ السطر ده اللي هو الاي بقت ماينس 1 اللي الحته هنا كده، فالواحد اتحط هنا، الواحد اتحط هنا كويس. احنا بص انا شغال بس ازاي، يعني دي حاجه ودي حاجه ثانيه خالص. ده انا بقول لك بس ايه اللي بيحصل هنا دلوقتي، الواحد اتحط هنا. تعال نرجع للكونديشن تاني. هل الاي اكبر من الزيرو؟ اه، ده الاي ب3، يبقى دي اول كونديشن بترو. طب هل الاي اوف الاي اكبر من الكي؟ الاي اوفر اي اللي هي ايه؟ اللي هي بالستة. هل الستة أكبر من الواحد؟ أه، الكي اللي هو هنا مش كده؟ تاني اعمل نفس العملية تاني. تعالى بس نمسح دي من هنا عشان ما نهبطكش. احنا على فكرة مش يعني مالناش دعوة بالجي خالص دلوقتي، احنا عمالين بنصورت الجزء ده كله بس دلوقتي، صح كده؟ مالناش دعوة بالجي دلوقتي خالص، هو الجي هيأدفانس دلوقتي، هيبقى واقف هنا لما نطلع الفول لوب الأولانية، بس مالناش دعوة بيه دلوقتي خالص يعني. آه طيب خلاص، احنا قلنا طبعا الـ A over I أكبر من الكي، لأن الـ 6 اللي هو الـ A over I دلوقتي، الـ 6 أو الـ A over I اللي هي سوري الإندكس رقم 3 فيه 6. هل الـ 6 أكبر من واحد؟ أه أكبر من واحد. خش اعمل هنا نفس الحوار بالظبط. A over I، A over I اللي هي الـ 6 حطها فين؟ في A over I plus 1، يعني حطها هنا مكان الايه؟ الواحد. ما هو الواحد هو اللي موجود هنا دلوقتي، الواحد هو اللي مكتوب لي هنا دلوقتي كده، صح كده؟ هتقول لي طب ما الواحد هيتمسح، هقول لك ما هو الواحد موجود معايا في الكي، التسعه اتنقلت بقت هنا، صح ولا ايه؟ صح. يبقى هنا هيبقى 6، امسح الواحد انا من هنا كده، هنا كده هيبقى 6 كويس؟ طيب والواحد هيتحط هنا مش كده ولا ايه؟ هتقول لي ازاي؟ هقول لك مش الاي هتبقى اي ماينس 1، يعني الاي هتبقى هنا كده، صح كده؟ طب تعالى بقى اي اوفر اي بلس 1، اي اوفر اي بلس 1 اللي هي ايه؟ الوقت الاي هنا ب 2. طب
2 زائد 1 3، يبقى الاندكس ده يبقى راح يتحط هنا. وصلت؟ كويس. بيكوال الكي، يعني لما موجود في الكي حط مكان هنا، فدي خلاص كده تمام. ارجع تاني للكونديشن، هل الاي اكبر من الزيرو؟ اه الاي اكبر من الزيرو. طب هل اي اوفر الاي اكبر من الكي؟ اه برضو، لان الخمسه اي اوفر الاي اهي، الخمسه اكبر من واحد. نفذ نفس الموضوع تاني، هتلاقي ان الخمسه جت هنا والواحد جه هنا كده. تعالى بقى لاخر كونديشن تاني بالنسبه لنا، الوقت الاي بكام؟ الاي بقت بواحد، الاي جت هنا كده. امسح الاي من هنا خالص عشان ما نخبطكش، وامسح الاي من هنا خالص، احنا دلوقتي الاي عماله تمشي. الاي بقى بقت هنا دلوقتي. تعالى بقى في اخر كونديشن هنا، هل الاي اوفر الاي اكبر من الزيرو؟ اه، لان الاي بواحد، منطقي جدا. طب هل اي اوفر الاي اكبر من الكي؟ اه برضو، ان الاثنين اكبر من الواحد. قول ان الاي هتبقى اي ماينس 1، يبقى الاي بقت بكام؟ الاي بقت بزيرو. هي مش واقفه في مكان رقم زيرو، بس الاي بقى جواها رقم زيرو، الاي بقى جواها رقم زيرو دلوقتي، الاي بقت شايله القيمه اللي اسمها زيرو او قيمتها زيرو. تمام؟ طيب دلوقتي الاي بقى بزيرو، اي اوفر الاي بلس 1 اللي هي بكام؟ اللي هي بواحد، اللي هو اندكس رقم واحد، ان دلوقتي الاي بقى بزيرو، فاي اوفر الاي بلس 1 اللي هي الاندكس رقم واحد. الكي حطه لي في المكان ده، الكي اللي هو ايه؟ الكي اللي هو ايه؟ اللي هو الواحد، حطه لي هنا كده. هتقول لي طب والاثنين؟ ما الاثنين هتيجي هنا، هتيجي هنا امتى؟ هتيجي في السطر ده كده، صح؟ بس خلص الموضوع، خلص كده، بقت 1 2 5 6 9. لما تدخل بقى في او تعالى بقى نعمل الكونديشن كمان مره، يعني تعالى نعمل الكونديشن كمان مره، ادخل بقى هنا تاني، هل الاي اكبر من الزيرو؟ لا، لان الاي بقت بزيرو، خلاص خلصت. طبعا انتوا عارفين ان في الاند اوبريتور لازم الجزء الاولاني بترو، الجزء الثاني بترو. لو لقى الجزء الاولاني فولس مش هيخش يعمل الجزء الثاني، ده بنسميها حاجه كومبايلر اوبتمايزيشن، ان الكومبايلر ما بيخش اصلا يشوف او يتشك على الجزء الثاني طالما هو لقى ان الجزء الاول بفولس، وعشان يطلع كونديشن بترو لازم طبعا ده ترو ده ترو، فهو ما بيخش اصلا يعمل على الجزء الثاني. تمام؟ طيب بقت الاي اكبر من الزيرو، خلاص خلص الموضوع، مش هيضطر يخش هنا كده، فخلصنا الواي لوب دي. ارجع بقى تاني للفور لوب الاولانيه، الاي كانت اخر مره بكام؟ الاي كانت اخر مره بخمسه. تعالى بقى نشتغل على حته الاري ده هنا كده، تعالى بس نعمل دي هنا لوحدها كده، وده الاري بالنسبه لنا بقى 1 2 5 6 9. تمام؟ سيبك من ده خلاص، سيبك من ده دلوقتي. بقى ده كده الجزء الايه؟ السورتد، والجزء اللي ان سورتد اللي هو الاربعه والثلاثه والزيرو. دلوقتي الجي كانت هنا، الجي هتقدم لان هي مشغله فول لوب، فالجي هتبقى هنا كده، الجي بقت بستة، فبقينا ماسكين الاربعه هنا، صح؟ والكي هيبقى بكام معايا؟ الكي هيبقى سوري، الجي واقف عند مكان رقم 6، والكي اه هيبقى باربعه اللي هو المكان اللي بيشاور عليه 6، يبقى الكي دلوقتي بقت باربعه. واشتغل بقى، بس نرجع تاني لاخر، يعني كنا في اخر ايتريشن الاي كانت بزيرو، لا دلوقتي الاي هتساوي جي ماينس 1، دلوقتي الجي بكام؟ بستة، فالاي هتساوي كام؟ بالظبط الاي هتساوي 5. فحط هنا الاي كده وكمل شغلك بقى، ممكن بس نمسح ده عشان ما تتلخبطش، ممكن برضو نمسح هنا لا هنقعد بقى نغير في حاجات كتير، فمش لازم، مش هنشتغل هنا يعني. بس كده خلص ال سورت، وكده الارقام بالنسبه لي اترتبت. طيب لحد دلوقتي احنا لسه ما خلصناش، بس انا برضو هتعمد ان احنا نوقف الفيديو لحد هنا كده، ونعمل فيديو تالت بحيث بقى نبدا نشوف ايه السبيشال كيسز وايه الاناليسز ممكن نمشي ازاي من غير ما احل المسائل، طبعا دي بتاعتك انت عشان تبقى انت بس فاهم الدنيا مشيت ازاي. ديفايد اند كونكر بقى هنسيبه الاسبوع الجاي ان شاء الله، معلش بس عشان انا الفتره دي مش هقدر ان انا اخلصه، فبعتذر. طيب ماشي، شكرا.